يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ عاصم، وتحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين. تحياتي لحضرتك سياده العقيد. طبعا في البدايه يعني انا بشكركم وبحييكم على الدور الامثل والدور الكبير اللي قمتوا بيه بالامس في تامين يعني استاد القاهره وماتش مصر والسنغال. اي نعم خسرنا هارد لك، ولكن انا طبعا كل الشكر والتقدير لقوات الامن الخاصه بوزاره الداخليه في التامين او العمليه التامينيه بصفه عامه. طمنا يا فندم، ايه اخبار الحاله المرئيه النهارده الاحد، يمكن البدايه الفعليه للاسبوع؟ في البدايه انا بشكر حضرتك ومتشكرين، وانا عايز اقول لحضرتك بس والله الخدمات كانت منتظمه من الساعه 9 صباحا. الحمد لله الماتش عدى على خير. الحمد لله. طبعا كنا نتمنى الفوز للمنتخب المصري، لكن هي كره القدم كده ومكسب وخساره. ان شاء الله نعوض في الماتشات الجايه. احنا عندنا حضرتك بالنسبه للحاله المروريه اليوم، الحمد لله احنا يعني ليله امس ومع الساعات الاولى صباح اليوم امضينا ليله هادئه مروريا. الحمد لله ما كانش فيش عندنا اي اخطارات غير عاديه لغايه الساعه 7:30 صباحا. كان في عندنا بس اخطارات كده بوجود بعض الامطار على بعض الطرق الساحليه، لكن الحمد لله بدون اي تاثير على حركه المرور. الحمد لله. يمكن احنا عندنا 7:30 صباحا حادث في دائره محافظه سوهاج. معلش انا يعني هقول الحادث عشان برضه المعلومات مؤكده، يمكن يعني الاخبار ترددت ان في حالتين وفاه او شيء من هذا الامر، لكن احنا على اتصال بغرفه عمليات مرور سوهاج، وانا اتصلت بالسيد الضابط والقيادات اداره مرور سوهاج اللي كانت موجوده في موقع الحادث. هو حادث بين سياره ملاكي وعربيه ميكروباص اجره على طريق الشرقي اخميم دار السلام امام قريه اسمها قريه اولاد يحيى. سياره ملاكي اصطدمت بسياره ميكروباص من الخلف. نتيجه هذا التصادم حصل في عدد من الاصابات. الحمد لله الحادث لم يسفر عن وقوع حالات وفاه، وتم نقل المصابين ما بين مستشفى سوهاج العام وما بين مستشفى مركز دار السلام. نتمنى لهم الشفاء يا رب العالمين. ان شاء الله نتمنى لهم سرعه الشفاء وربنا يشفيهم ان شاء الله، لكن الحمد لله الحاله المريه في موقع الحادث كويسه. تمام. يبقى بس ندعو للمصابين ان شاء الله بسرعه الشفاء. اللهم امين. عندنا التحويله يا فندم اللي كنا اشرنا ليها قبل كده مع حضرتك، اللي موجوده على الطريق الدائري بالنسبه لتركيب الجسم المعدني لكوبري الطريق اول محمد فوزي، اللي بين الحركه المروريه ما بين مدينه نصر ومحور الشهيد ومناطق الطريق القطامير عين السخنه، ما زالت هذه التحويلات مستمره ان شاء الله حتى يوم 21. مناطق نفق النصر اللي اعلى الاوتوستراد اللي في منطقه المعادي المؤدي الى مناطق اعلى الاوتوستراد ثم الطريق الدائري او مناطق داخل القاهره. هذه الاعمال كان المفروض الانتهاء منها هيتم امس، لكن الشركه المنفذه يعني ما لحقتش تخلص في الموعد المحدد، وان شاء الله هتمتد هذه الاعمال لمده اسبوع. الطريق البديل يا فندم كنا قلنا لحضرتك عليه قبل كده. بنوعد الساده المشاهدين برضه ان احنا بنستعيض عن الجسم النفق من الدخول من النفق بالصعود اعلى مسطح النفق، ثم من اعلى جسم النفق والدوران من امام دوران المعونه والعوده مره اخرى للاوتوستراد ومناطق القاهره. يمكن دول المؤثرين اللي موجودين. حملات او ضبط تنظيم حركه سير سيارات النقل. على الطرق ما زالت مستمره من امس. جميل. حملات ضبط المخالفات اللي بتتعلق بالسلامه المروريه وخاصه المخدرات والسرعه والصلاحيه الفنيه وقبول ركاب السنداق وكل هذه المخالفات اللي تتعلق بالسلامه المروريه مستمره. احنا طبعا يعني في استجابه وفي سيارات النقل، الحقيقه يعني لازم نشكر العاملين في مجال النقل البري في استجابه. والحقيقه القرار يعني لما صدر بالتنسيق ما بيننا وما بين المسؤولين عن حركه النقل البري ومنظومه النقل البري. الحمد لله يعني التجاوزات بسيطه والامور كلها تحت السيطره. الحمد لله الامور تسير بشكل جيد. الحمد لله. ربنا يوفقك يا فندم ويعينكم. بشكرك جدا سياده العقيد مصطفى ابراهيم، كان معنا من الاداره العامه للمرور، طمنا من خلاله على الحال المريه هذا اليوم واهم يعني الاحداث الخاصه بالمرور. كمان اشار سياده العقيد ان وزاره